تحت عنوان مصادر ثورة العشرين أنماطها ومناهجها، عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام محاضرة ألقاها مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري. الثورة حظيت بكتابات مبكرة جدا. أول كتاب كتب عنها باللغة الإنجليزية 1922 لأحد أعداء الثورة، القائد العام لقوات الاحتلال هولدن في العراق. ولكن على الصعيد العراقي والعربي كتب عنها أيضا كتاب مبكر في هذه المرحلة بالتحديد 21-22، وكتاب مشهور الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد الكاتب والباحث المصري المعروف رحمه الله، وفيه جانب عن ثورة العشرين. ولكن في العراق كان أول كتاب يكتب عن الثورة هو تاريخ القضية العراقية للشيخ ثم الدكتور بعد ذلك محمد مهدي البصير الشاعر المعروف أحد شعراء الثورة. الدكتور الضاري نبه إلى أن ثورة العشرين تعرضت لمحاولات تزييف من أعدائها إبان انطلاقتها، وهو ما يمارس الآن عند من يتحدثون عنها بشكل انتقائي ولأسباب إقصائية. بدايات التشويش والتشويه والطعن منذ ذلك الوقت، لم يمض على الثورة إلا عقد ونصف وإذا ببعض الناس يحاولون تشويه. هذا يؤشر أن هناك محاولات مبكرة لتشويه صورة الثورة، ولا سيما من كانوا في سبدة الحكم حينها إرضاء للإنجليز، وهو ما له آثار حتى الآن عن طريق من ينتقصون من الثورة، وإن كانت الدوافع مختلفة، دوافع المتقدمين عن دوافع المتأخرين، وإن كانت تلتقي في الدفاع عن السلطة القائمة والحاكمة. وأكد الدكتور الضاري إلى أن قراءة أحداث ثورة العشرين بأبعادها وأنماطها أصبح ضرورة عند الباحثين للتصدي للقراءات الخاطئة المبنية على معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى وثائق حقيقية. ولكننا نخشى أن القراءات التي تدعي أنها جديدة وتريد أن تنحو بتاريخ هذه الثورة منحا خاصا لأهداف معلومة أو غير معلومة. فضلا عن ذلك، كشفت الأسابيع الماضية للأسف عن جهل كبير وواسع وممتد لدى كثيرين ممن يتحدثون عن الثورة. أهمية المحاضرة تنبع من أن ثورة العشرين ما زالت وستبقى عنصرا فاعلا ومؤثرا في الساحة العراقية رغم مرور أكثر من قرن عليها.